دكتور امجد حنا، مساء الفل. مساء الجمال استاذ عبد الناصر. منور الدنيا. بص اتفضل. ربنا يخليك. بص انا سامع حضرتك طبعا. موضوع ان الناس في مصر ما بتقراش، فاكر حضرتك موضوع ميسي لما انا دخلت برضو الناس خدت اهي كلمه ومحدش قرا بعد كده تاني، ولا حد دور ولا اي حاجه خالص، وفضلنا عايشين كده لحد ما انا طلعت مع حضرتك في التليفون وقلت حرام يا جماعه ده الوضع 1 2 3 كذا، موضوع بيمشي كده. اي حد يعني فكره عن دي صعبه، المفروض اول عن الثاني عن ما يخش عنه كده يقرا ويبص، والدنيا دلوقتي بقت سهله جدا بزرار تعرف كل حاجه. بالضبط، ولكن ما حدش عمل فينا ده، وكان الأكثر دقة في المعلومات هو معتز الشامي، وعشان كده من باب الاحترام أن أذكر أن معتز الشامي كان الأكثر دقة في تناول موضوع كهرباء من خلال ما يقوله وما ينشره من مستندات. قول لنا بقى، الخطاب وصلك يا دكتور؟ لأن الخطاب اللي وصلك ده مختلف عن اللي اتنشر في الإعلام المصري كله. لا ما هو وصلني وما اعرفش حضرتك تحب اقراه وترجمه كلمه كلمه. يا ريت انا هو زي ما عندك اهو. اتفضل. طيب بص حضرتك، الخطاب ده برضه عشان حضرتك تبقى عارف ده بمثابه قرار، هو مش حكم هو قرار. الفرق ما بين الحكم والقرار، اللي انا دخلت بعد ما حضرتك بعتولي الدور دخلت وقريت، الفرق ما بين القرار والحكم انه لا رجعه فيه، يعني لا يجوز الطعن عليها. ما فيش ده قرار، يعني احنا نحن قررنا 1 2 3 اتس ديسيجن، مش حكم. لان انا برضو حضرتك لما قلت لي حكم كهرباء فانا يعني ما فهمتش قوي، فدخلت عملت شويه سيرش، ده مش حكم، يعني ما فيش بقى وريني هات طعن طب استئناف، ما فيش الكلام ده. ده ديسيجن، ده اخر كلام عندنا. تمام، مكتوب اهو في الاول حتى. معلومه حلوه بشكرك عليها. ربنا يخليك. مستر محمد عبد المنعم عبد الحميد سلطان is found responsible for failing to comply in full with the award issued by the court of arbitration for sport on 29 مارس 2022، وحاطط رقم القرار. يعني محمد عبد المنعم عبد الحميد سلطان اللي هو كهربا مسؤول عن ان هو اخفق في ان هو يعني يزعق او ينفذ الحكم اللي كان عليه من المحكمه الرياضيه في 29 مارس 2022. نمبر 2، مستر محمد عبد المنعم عبد الحميد سلطان is ordered to pay to Zamalek Sporting Club as follows. ودي احنا كنا قلناها قبل كده لو تفتكر برضو ترجمتها لحضرتك قبل كده. 2 مليون يو اس دي as compensation for breach of contract without just cause plus 5% interest on said amount as from June 2029 until the date of effective payment. يعني محمد عبد المنعم عبد الحميد سلطان أمر تو باي يدفع للزمالك 2 مليون دولار ك يعني عقابا ليه على ان هو خلف العقد بتاعه خلاص من غير سبب معقول او سبب مقنع، وهيدفع 5% انترست اللي هي فايده يعني خلاص على ال 2 مليون دولار ابتداء من 20 يونيو 2019 لحد اليوم اللي يدفع فيه. مستر محمد عبد الحميد محمد عبد المنعم عبد الحميد سلطان is granted a final deadline of 60 days as from notification of the present decision in which to settle said amount upon expiry of this of the affirmation final deadline and in the event of persistent default or failure to comply in full with the decision within the period stipulated. يعني ادوا لمحمود عبد المنعم كهربا final deadline يعني اخر ميعاد
60 يوم من تاريخ تاريخ القرار خلاص، عشان يدفع الفلوس سيتل الاماونت. وانا هبقول لحضرتك رايي في موضوع سيتل ده بالقانون الامريكاني، انا ما اعرفش طبعا في الرياضه، بس بالقانون الامريكاني تو سيتل الاماونت اللي اتقال عليها خلاص. وان هو يعني قبل الاكسباير، قبل ما الميعاد يخلص ما يحصلوش عقوبات اخرى خلاص. بيقول ايه بقى؟ upon the request of زمالك سبورتنج كلوب be resubmitted to FIFA disciplinary committee in order to impose a ban from taking part in taking part in any kind of football related activity of Mr. محمد عبد المنعم عبد الحميد سلطان for period of 6 months. يعني لو ما عرفش يدفع بعد 60 يوم، لو كان الزمالك قدم للفيفا انه عايز للفيفا عشان يوقف محمود كهربا، فلو بعد 60 يوم ما التزمش ودفع الفلوس هينفذوا طلب الزمالك اللي هو ايقافه 6 شهور. يا جماعه دي الترجمه الحرفيه، فلو سمحتوا الناس اللي بتسال هنخلص الترجمه وهنجاوب على كل الاسئله. اتفضل يا دكتور. رقم 4، مستر محمد عبد المنعم عبد الحميد سلطان is ordered to pay a fine to the amount of 30,000 سويس فرانك. انا بقى عايز اقف هنا، 30,000 فرانك سويسري دي بتاعت ايه؟ للمحكمه، للمحكمه غرامه للمحكمه. زي هنا يقول لك ايه، مع اتعاب المحاماه ومصاريف المحكمه. ايوه دي، لا هي هنا بالظبط اتس فاين، يعني ضيعت وقتنا، يعني استهلكت كهرباء كتير. يا لان صيغه الجواب بالانجليزي او الروح الانجليزي، يعني مش الترجمه الحرفيه، ان انت ما طلت، يعني ما طلت، فعشان كده دي الغرامه اللي هتدفعها. فال 30,000 فرنك سويسري دي زي ما تقول ايه الغرامه، اجر المحكمه اللي تعطلت معاك. اللي انت تعبتها معاك. طيب في بس حاجه انا لا لحظه بس، هل ال 30,000 فرنك مرتبطه بال 60 يوم ولا ليها مهله غير ال 60 يوم؟ لا ملهاش مده، بس لازم هيدفعها، وده مش هيهزر مع المحكمه الدوليه، محكمه رياضيه يعني. اصل كان في حد كاتب، ان حد بعت لي من امريكا قال لي ان خلال 30 يوم ال 30,000 فرنك خلال 30 يوم. خلال 30 يوم ايوه. بس مكتوب في الجواب، مكتوب ايوه ال 30 اوكي مش مرت غرامه الزمالك 60 يوم. أيوة. وده موضوع اخر. وغرامه 30. المحكمه ال 30,000 فرنك 30 يوم كده تمام. دي مش مرتبطه بدي يا استاذ عبد الناصر، دي حاجه. طب ممكن تقرا لنا ال 30,000 فرنك بالمده بتاعتها لو تكرمت؟ اوكي مستر محمد عبد المنعم عبد الحميد سلطان is ordered to pay a fine to the amount of Swiss franc 30,000. The fine is to be paid within 30 days of notification of the present decision. يعني الغرامة دي تدفع خلال 30 يوم من ان هو يخطر بالقرار ده. بس طيب. انا قصدي اقول ايه، ده مش مرتبط بده. لما انا فاهم تغرمت المحكمة دي كارثة تانية. يعني لازم اولا دي لازم تدفع خلال 30 يوم. ايوة ودي ما فيهاش كلام. ليه انا بقول لحضرتك ده مش مرتبط بده؟ عشان القانون، يعني كلمة سيتل في رقم 3 السطر الثاني بيقول بالظبط، مستر محمد عبد المنعم عبد الحميد سلطان is granted a final deadline of 60 days as from notification of the present decision in which the settle said amount. يعني عشان هي احنا ترجمناها يدفع، بس بروح الانجليزي settle دي يعني لو عنده offer. يعني ايه؟ عشان انا بس كان في واحد صاحبي محامي كنت عايز اساله يعني اللغه القانونيه في الموضوع ده، بس ما ردش عليا يعني. بس يعني هنا انا هنا مثلا لما او هيدفع يعني هيبعت يقول لي باي يبقى لازم ادفع خلاص، لكن كول اس عشان نعمل سيتلمنت يعني ممكن نقسط تاخد حاجه يعني كده. فكلمه سيتل في الديسيجن متهيأ لي انا ما يعني ما بتكلمش على كوره، ما اعرفش قوانين الكوره، بتكلم على قانون البنوك هنا في امريكا.
فستل ممكن المحامين يقولوا يا جماعه هنستل هندفع نص الغرامه دلوقتي. طيب خلينا بس عشان نحترم جميع الاطراف ونقول كامل الاحترام للمستشار مرتضى منصور وامير مرتضى منصور اللي متبنين قضيه كهرباء وبالتبعيه جمهور الزمالك العظيم اللي هو يعني حاسس بمراره تجاه هذا الموضوع، وكامل الاحترام لمحمود عبد المنعم كهرباء وكل من يحبه من النادي الاهلي، واحنا هنا بنترجم قرار وليس لنا علاقه بشيء. فعشان كده جاي لك كام سؤال، لو في اسئله مش عندنا اجابه ليها يا دكتور ممكن حضرتك مع الناس المختصين اللي انت بتتابعهم ناخدها وبكره نجاوب عليها. اول سؤال بيجي لك بيقول لك كده كهرباء هيلعب طوال الستين يوم عادي؟ يلعب عادي. طيب ده مهم جدا. طيب لو دفع خلال الستين يوم 2 مليون وال5% يعني 400، يعني 2 مليون و400 او ما قيمتهم بالجنيه المصري لنادي الزمالك وياخد المخالصه ويبقى لا 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 مفيش الجنيه المصري. الجنيه المصري. القرار طالع $2 مليون. ما ينفعش الكهرباء يروح يقول هدفعه بالجنيه المصري. لا لا نفترض الزمالك وافق انهم ياخدهم بالجنيه المصري. اذا الزمالك وافق كتابه. ايوه ما انا عشان كده بقول لك الزمالك يا عمي تيسيرا ترجمهم في 30 او 32 زي ما يتفقوا وخدهم بالجنيه المصري، كده ياخد المخالصه ويبعتها الموضوع انتهى قبل 60 يوم. الزمالك يكتب ان انا خدت ما يوازي $2 مليون محكمه. اي ما انا فاهم انا فاهم، وكده خلال ال 60 يوم يبقى انهى الازمه. طيب لو الزمالك فاجانا ووافق على التقسيط رغم هذا القرار من حق الزمالك؟ بكلمه سيتلمنت الصيغه اللي مكتوبه بيها من حق الزمالك ومن حق محامي كهرباء يطلب ده. يعني ده ملوش دعوه بقوانين الكوره، انا بتكلم على قوانين البنوك هنا. لو انا عليا كريدت كارد ودفعت وما دفعتش البيمنت اللي هي الاقساط كل شهر، ممكن البنك يكلمني يقول لي باي يو هاف تو باي ذس مانث، يعني ادفع الفلوس دي، يبقى ادفع. لكن وي وانت تو سيتل وذ يو، يعني نظبطها مع بعض. ايوه يعني تدي للمحامي باب يتوافق عليه ولا لا، بس في باب يخش منه. يعني بس في النهايه قال له يعني اللي تتفقوا عليه يعني بالتراضي مع الزمالك. ايوه تستل مع الزمالك. الله ينور عليك، كده كده تمام. بالتراضي يعني ممكن المحامي يطلب من الزمالك ويصلوا الى صيغه يبلغوا بها الاتحاد الدولي، اي صيغه هيتفقوا عليها الاتحاد الدولي هيوافق شريطه موافقه الزمالك. ايوه لان هو ما قالش لازم تدفع الفلوس، ستل الفلوس، حل الموقف. حل الموقف، تدفع تتفق مع الزمالك، المهم قبل ال 60 يوم الزمالك يقول وصلني حقي. الزمالك يبعت ورقه يقول انا مبسوط. طيب ماشي. اصل ده ماشي عامة كل ملف وله وقته. بص القرار هو كده. اللي بيسموها اللغه القانونيه هنا، انا برضو انا ممكن في الكوره يبقى مختلف، بس في البنوك هنا كده. في اي خلينا في النص بتاع القرار يا دكتور عشان ما نشتتش الناس. ما بشغل امريكا التجاري، خلينا في نص القانون. لا انا ليه بقول لك شغل امريكا التجاري؟ لان كلمه ستل في القرار يعني ظبطها مع الزمالك. طيب لو كان قال يو هاف تو باي تو زمالك، ده دي موضوع مختلف. طيب نروح لسؤال اخير. في حالة عدوا الستين يوم يتم ايقاف كهرباء 6 شهور اوتوماتيك وهو طلب الزمالك، ولا لازم يرجع الزمالك للمحكمة؟ لا لا لا، هو كاتب انه بناء على طلب الزمالك اللي اتقدم في التاريخ الفلاني عايز يوقف كهرباء 6 شهور. يعني هو طلع قرارات لكهرباء وطلع قرارات للزمالك، من ضمن قرار الزمالك ان طلبك بايقاف كهرباء اللي انت بعته لنا لما لعب سينفذ بعد الستين يوم لو ما دفعش. لو ما دفعش، ايوه هو ده بالظبط القرار. عشان بس انا بشرح الحته دي للناس لانها فيها ذكاء، ان الزمالك لما لعب كهرباء اول ماتش بعد بيطالب بايقافه، استمرار ايقافه، فهو كده رد على الزمالك قال 60 يوم ويتوقف بعد ال 60 يوم، وراح قال بناء على طلب الزمالك. ده هو يعني الزمالك كان قدم طلب، الطلب سميت. ما خلي بالك عشان ندي كل واحد حقه، لان مرتضى منصور قال هعمل 1 2 3 وكل اللي قاله جه في القرار. قال ما فيش تقسيط الا من خلالي،
قال وقفوا تاني، وده كله حصل وده واضح في القرار. طيب هل تتوقع معي بقى كمراقب المشكلة دي تنتهي قبل الستين يوم ولا تستمر؟ ده سؤال بره الجواب. أنا رأيي الشخصي، رأيي الشخصي يعني إنه الـ للأسف يعني مش هتخلص، لأنه الزمالك يعني برضو من التفكير القاصر بتاعنا مش هيرضى بالتقسيط خلاص، وصعب إنك توفر دلوقتي. بس خلي بالك يا دكتور، أنت كزملكاوي بتقول كده، في الناحية التانية كأهلاوي في وراء الضغط على الخطيب ومجلس الإدارة في ظل تألق كهربا، لأن المستفيد الوحيد من الأزمة حاليا كهربا، لأنه لما لعب الناس عرفت قيمته. فده حاطط مجلس اداره الاهلي في مأزق. فيها ايه لما تشتري كهرباء ب 2 مليون و400؟ طبعا الاهلي ما يقدرش يطلع جنيه يتحبس، ولكن اتصرف من رجال الاعمال من اعلانات، لانه كده ارخص من اي مهاجم في مستواه. بص يا استاذ عبد الناصر، انا بقول رايي الشخصي، انا لو انا مسؤول في الزمالك، تعالى يا عم كهرباء بكره، بص يا عم ادينا 300,000. لا انا بختلف معاك يا دكتور امجد، انت كزملكاوي محترم ليك مني كل التقدير، هنا في مصر جمهور الزمالك رفض ده من الاداره. معلش، ما هو بالعقل كده دلوقتي الزمالك ما معهوش فلوس، واحنا انت عارف واقفين على 70 مليون. لا الزملكاويه بيقولوا مش عايزين نشحت وما نقسطش الكهرباء. لا ما هو ده فكر يعني ماليش دخل يا فندم. انا بنقول لك حاله مع كامل الاحترام، والناحيه الثانيه الاهلاويه عايزين كهرباء يلعب عندك في الزملكاويه. الموضوع في مصر منتهى الصعوبة يا استاذ عبد الناصر، منتهى الصعوبة. اولا مفيش حاجة اسمها رجال اعمال ولا الكلام ده يعني كده، منتهى الصعوبة انك تيجي بكرة الصبح او يعني خلال شهر عايز 80 مليون جنيه. الحالة مش يعني الدنيا مش يا فندم ماشي، انا بقول لك اللي موجود عندنا، ولكن هو طب يبقى الصح الصح من وجهة نظر، او الصح المفروض ايه؟ تعالى يا عم اديني مثلا مليون دولار دلوقتي او 30 مليون جنيه، الزمالك يفك بيهم مشاكله خلاص. مش احنا عندنا مشاكل وما دفعناش عشان ما معناش فلوس، عشان محجوز على 70 مليون او 30 مليون. انت بتقدم اقتراح صعب المنال، عشان كده مش عايزين نستهلك وقت فيه، لان انا بكلمك عن معلومات، لان على اعلى المستويات في مصر طلب من المستشار مرتضى منصور حل الازمه ولم تحل، وربما يعاد محاوله في ذلك خلال الايام القادمه. بس يعني لو الموضوع هيبقى كده، يبقى يعني يا اما بقى حد يعني يدفع 80 مليون جنيه كهرباء خلال شهرين، وانا شايف بالوضع اللي كل الانديه فيه، يمكن مثلا لو الاهلي خد اللي هي جائزه المركز الثالث ولا حاجه يدفع مع ما يقدرش الاهلي يدفع جنيه حتى لو خد. الاهلي يعملها ان شاء الله عقد، يعملها سلفه. بص دي قصة تانية من نجد عوابي، احنا قرينا الجواب عشان ده موضوع اساس، وانا عايز احترم الطرفين ولا اكون مع طرف على حساب اخر. هو الموضوع باختصار، ادينا ورقة بتقول ان الزمالك مرضي كمان 60 يوم العب، مفيش الزمالك مش مرضي مش هتلعب 6 شهور تاني. شكرا يا دكتور. بس والعافية يا فندم. شكرا. انا كنت حريص ان انا انقل معلومة، لكن ماليش دعوة ولا اقول رأيي، لان عندي كلام كتير في الموضوع ده خلال الايام اللي جاية. عندي كلام كتير جدا في الايام في الموضوع ده خلال الايام اللي جايه. الاهلي مالوش دعوه، ولكن كونوا حريصين، انا بنقل معلومه، كامل الاحترام لكل الاطراف، واعتقد ان مفيش حد ترجم لكم خطاب كهربا حرفيا بالشكل ده زي ما انا عملت. انا بجتهد عشان اجيب معلومه مع كامل الاحترام للجميع.